إيران صعدت في العراق، إيران عملية يعني مثلا تكوين أو دعم الإطار في تشكيل الحكومة. إيران تسعى إلى توريط العراق من أجل أن يكون دائما، كما قلنا أن إيران تستخدم أذرعها، لن تتدخل هي مباشرة، لذلك هي تحاول جر العراق إما إلى يعني إقامة علاقات طيبة مع السعودية بحيث تقوم بتحييد السعودية خاصة في هذه العملية، وبالتالي يعني تستطيع تحريك ميليشياتها في العراق. الداخل العراقي، المواطن العراقي متأثر جدا، نحن نرى ما يحصل في العراق، عمليات وضع البنوك العراقية تحت طائلة العقوبات أو المنع، كلها هذه ساهمت في إضعاف القدرة الشرائية للمواطن العراقي، مستواه المعيشي. إيران تشجع الفساد في العراق، يعني هذا سواء من كل الأطراف، يعني شبكاتها موجودة داخل العراق وتحاول أن تجر العراق للدخول في هذه العملية. هناك من يقول، يعني إيران دائما تقول أن هناك عملية لجر العراق للتطبيع مع إسرائيل، وهذه طبعا يعني حديث غير صحيح، أيضا هو بروباغندا إعلامية لتهييج الشارع العراقي. معروف الشارع العراقي بكل طوائفه، يمكن عدا بعض الجهات القليلة، يعني هو ضد إسرائيل، يعني هذه ثقافة عراقية سواء كانوا سنة أو شيعة أو ما إلى ذلك. لذلك إيران تحاول أن تلعب على هذا الوتر من أجل تهييج الشارع العراقي، لكن هذا سينعكس سلبا على المواطن العراقي. لماذا يكون المواطن العراقي بيدقا في استراتيجيات أمن قومي إيراني؟ لماذا يكون المواطن العراقي بيدقا في استراتيجيات أمن قومي لدول أخرى؟ لماذا يتورط العراق بمشاكل وصراعات إقليمية ودولية لا ناقة له فيها ولا جمل؟ يجب على العراق أن يقوم بتحسين علاقاته مع المجتمع الدولي، يعني ومن أجل الحصول على دعم اقتصادي، الحصول على دعم تسليحي، الحصول على دعم استخباري من أجل الحرب على داعش التي لا تزال مستمرة وتظهر كلما اشتد الموقف، يعني موقف الصراع بين إيران والولايات المتحدة. دائما نرى أن الأمور تهدأ عندما تكون الأمور هادئة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، عندما لا يكون خطاب، لكن بمجرد ظهور التهديدات تظهر داعش مرة أخرى ليتم استخدامها في تهييج الشارع العراقي، أن داعش كذا وداعش كذا، وأنها يعني من أجل تغيير وجهة المواطن العراقي ونظره بعيدا عن ما تفعله إيران في العراق، وتوجهه نحو داعش أو نحو إسرائيل. وهذه هي الأوراق التي تحاول إيران اللعب فيها بالعراق.